وأعطي الكلمة لمعالي السيدة جورجينا ميلوني رئيس حكومة إيطاليا، فلتتفضل. Presidente Sisi, la ringrazio per la velocità e la determinazione con la quale con le quali ha inteso organizzare questa conferenza. Ma تنظيم هذه conferenza che io considero molto importante dopo il terribile attacco di Hamas lo scorso من الهجوم الذي تم من حماس في 7 اكتوبر ويجب ان نتذكر سويا ان المدنيين الابرياء بدون توقف تركوا بيوتهم ولكن من وجهة نظرنا يجب ان نرد. إيطاليا كانت لديها آلام كبيرة جدا جدا لهذا الشأن لأنها تريد أن تدفع في نقطة التحول والحوار ما بين أوروبا والبحر المتوسط ولدينا الإمكانية لهذا النائب. Nonostante le posizioni di partenza possano هذه النقطة التي تتحول من ترك المدنيين ولكن أيضا من وجهة نظرنا هذا الرحيل لبعض المدنيين بالأخص هو يكون من اهتمامنا هو شيء مهم جدا للجميع القادة الموجودين على مائدة المفاوضات والذي يتم في غزة ولكن الذي يتم في غزة أدسه ليس صراع إقليمي ولكن صراع للأجل الحضارة ولكن يجب أن نكون منتبهين المساعدات الخاصة بنا والخاصة بأهل غزة ولكن من وجهة نظري أنا الذي يجب أن تتجه لنا ربما من الممكن أن تكون النقطة المحدودة والهادفة لهجوم حماس لا نستطيع أن ندافع عن الشعب الفلسطيني ولكن يجب الدفع ضد الذي يتم في غزة مع كل محاولة من حماس أن تتم عملها من خلال الدول العربية الإسرائيلية أو دول البحر المتوسط ويجب أن يكون نهاية سلام لكل المواطنين المتواجدين ويجب الدفاع عن أنفسهم في غزة كلنا نحن لا لا تطيع أن نتخطى في هذه الخداع الغبي ولكن السبب الرئيسي يكون من المهم جدا جدا أن يتم الحوار السلمي أنا أعتقد أن يوجد بعض النقاط الهامة التي يجب أن نتحدث منها. الإرهاب احتاج العالم الإسلامي واحتاج منطقة الشرق الأوسط بكامل. أنكي الإرهاب أضعف بعض الدول للشعب بالأخص الشعب المسلم بالأخص العالم الإسلامي ولازم هذه تكون الاختيار لحماس التي تستخدم الإرهاب في حوارها وحوارها وأيضا الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني ولكن السبب الرئيسي في كل ذلك تكون مدروسة ولكن أستطيع أن يكون نساء قتلة وأطفال قتلة يجب أن نواجه هذا النوع من القتلة يجب أن يكون يدافع عن أنفسهم ولكن النقطة الثانية ولكن إقامة الدولة وليس هو الشيء الكامل هذا الشيء لم يكن يكون قوي جدا هو دي نقطة الانعكاس الخاصة منا يجب أن تكون خاصة دي قوة سياسية ضد الشعب المدني هذا هو
النهاية التي يجب أن نواجهها. لدي ثقة كبيرة جدا جدا في الشعب الإسرائيلي. النقطة الثالثة. Che è indispensabile per evitare ulteriori sofferenze della popolazione civile. النقطة الثالثة أن يجب أن نمنع ونكون مع الأطفال الأبرياء الموجودين في هذه المنطقة. Considero molto importante il lavoro che è stato fatto. أن هذا العمل الجميل لديفيرسي التي تم عملها من هذا المؤتمر في هذا النقطة. أعتقد أيضا أن هذا القرار الخاص من الاتحاد الأوروبي ضد غزة بالمساعدات إيطاليا التي ولكن بكل وضوح يجب أن يكون أعلى من ذلك المساعدات من خلال الاتحاد الأوروبي ومن خلال إيطاليا أنكر. أنا شجاع جدا جدا لكي أعطي هذا أشكر سيادتكم كثيرا لهذا. نحن قلقين جدا جدا لهذا الموضوع من ناحية حماس، وتعرفون أيضا أن يوجد بعض الرهائن الإيطالية موجودين رهائن في غزة ويوجد بعض العجائز منهم أنت. من المهم جدا أن نكتمل العمل معنا سويا في غزة. فوق الكل هو من المهم جدا أن نمنع التصعيد في المنطقة كي لا نخسر السيطرة وسيطرة على التداعيات. التداعيات تكون يعني فوق الخيال، وبالتالي لابد أن نطرح أو نقوم بإطلاق مبادرة سياسية تهدف إلى حل النزاع والصراع بشكل مستدام باحترام حل الدولتين، حل واقعي يتم تطبيقها في أوقات وجيزة، وبالتالي يجب أو يعني يجب أن يكون الشعب الفلسطيني ذو سيادة بعيش بأمن وأمان جنب دولة إسرائيلية اللي لها الحق التواجد والوجود والأمن والدفاع الذاتي. وإيطاليا في النقطة جاهزة لتنفيذ كل هذه النقاط، وشكرا لكم جزيل الشكر.